أسرهم. محطة ثانية يمكن يعني بنقول كفارة وسلامات وألف لا بأس عليك للفنان نجم الدين الفاضل عز الدين عبد الماجد اللي تعرضوا لحادث مروري بمدينة أم درمان. سلامات من أسرة مساء جديد مع الزميلة ليتاج، خلونا نتابع. مساء الخير مشاهدي الأعزاء أينما كنتم بتتابعونا عبر شاشة النيل الأزرق، وتحية مسائية للزملاء داخل الاستوديو وتحية الصحة والعافية لأحد أبناء هذا الوطن العزيز من مبدعي بلادي من مبدعي منطقة أم درمان بروف الواحة، كلهم بنحيون والنواوي كمان بنحييهم بنقول لهم مساء الخير عليكم وتحية الصحة والعافية. ونحن الآن داخل منزل الأستاذ الفنان والملحن نجم الدين الفاضل. مساء الخير عليك وألف لا بأس عليك. والله يا أخي أحييكم وشكرا جزيلا لزيارتكم لي وكثر ألفين خيركم. والحمد لله أنا هسه يعني في مرحلة بتاعت الاستشفاء والحمد لله يعني على ما أراد، وبحيي يعني القائمين على أمر هذه القناة الفتية وبحيي مشاهديها وبشكركم جدا والله كثر ألف خيركم على زيارتكم. أستاذ نجم الدين يعني قدر الله وما شاء فعل والحمد لله غدر ولطف الحمد لله وما تشوف شر إن شاء الله، لكن دي ضريبة كل مؤمن. الحمد لله رب العالمين. كلمنا عن الحادث ده حصل كيف ومتين وكان معك من في الحادث؟ والله القدر طبعا لعب دور كبير في المسألة دي. يعني احنا كنا أنا والأخ الصديق العزيز الفنان عز الدين عبد الماجد اللي هو مقترف في دولة الإمارات في دبي، وجاء لي مدة 10 يوم حقيقة زيارة، وكان معي يعني الأخ الصديق عبد العزيز المبارك وهو صديق لينا يعني مشترك، ومعه بعض الأخوة يعني أصدقائنا برضو أصدقاء عبد العزيز. فقلنا يعني زي هو عامل له مناسبة بتاع عشاء خفيف كده زي ما بقوله يعني لجيد عز الدين ووجود بعض الإخوة. أيوة. وكنا معه في منطقة المهندسين ويعني مشينا وتقابلنا أنا وعز الدين يعني بعد فترة في فترة زيارته. نعم. وخبر حكم إنه يعني إحنا أصدقاء قمنا وتربينا في منطقة واحدة وبدينا حياتنا الفنية مع بعض، لكن هو له يمكن 30 سنة عايش في الإمارات. نعم. فكان الدعم الأخ عبد العزيز المبارك وأنا بحييه. وبعد المناسبة بتاعت العشاء يعني أصر عز الدين إنه يعني إنه أنا أقعد وأنا مشتاق ليكم ودائرة أتونس معاكم وكذا. فقعدت معاه شوية وأصر إنه يوصلني رغم إنه ساكن في حتة بعيدة جدا يعني ساكن في المنشية. أيوه. لكن أصر، لكن زي ما قلت لك القدر لعب دور كبير. الضربة كانت في الصايد بتاعه لما حصل الحادث. كان الحادث قوي شوية، العربية ضربت في صحراء وضربت في تروتوار وضربت في عمود. وأنا في الفترة دي قمت يعني زي راسي ضرب في السقف بتاع العربية ونزلت على التعشيقة بتاعت العربية الأوتوماتيك، فهي حصل لي الكسر هنا. يا لطيف. والحمد لله رب العالمين على كل ما أراد يعني نحمد الله. هسه الحمد لله ماشيين كويس في العلاج. العلاج طبعا فترته شوية طويلة لكن يعني ماشيين كويس والحمد لله. الحمد لله. وعليك الله يعني أنا هنا أود أشكر جدا جدا يعني المستشفى الصيني والقائمين على أمره كلهم يعني من الإدارة لأقل موظف أو أقل عامل من الاهتمام الكبير اللي لقيته منهم يعني. وبشكر الأخ الدكتور حاتم البحر هو والتيم العامل معاه، هو بشكرهم جدا جدا من العناية اللي شفتها يعني في المستشفى. وهو رجل عمل لي العملية والحمد لله أنا هسه ماشي كويس الحمد لله. بحيي كل الناس الجواني وسألوا مني وضربوا لي تلفون وجوبي نفسهم من الأهل والأصدقاء والأحباب والزملاء وكل إنسان والله بيعرف نجم الدين. والله في ناس جواني في ما بيعرفوني ولا يعني إلا غير إنه يعني نجم الدين الفنان جو من الأغاليم ولاقوني وحبينك كتار يا أستاذ. أي الحمد لله. لله رب العالمين. الحمد لله. نعمة من عند الله. نعمة من عند الله. الحمد لله. أستاذ نجم الدين يعني معليش أنت تعبان حنرهقك شوية. لا ما في جايتكم ذاتها يعني والله العظيم ما تتخيلوا أسرة كيف في نفسي وبعدين يعني رفعت روحي ذاتها. أقل واجب والله يا أستاذ. الله نعم. أكيد أنتم مع بعض عندكم ذكريات جميلة. نعم. في طول مشوار حياتكم مع بعض وربنا يطيله كمان وكمان إن شاء الله. كلمنا عن تجاربكم أنتوا الاثنين مع بعض من الناحية الفنية.
والله يعني احنا اخوان زي ما قلت لك يعني نشأنا مع بعض وقمنا وتعلمنا الموسيقى والفن. انا احنا يعني كنا شله مننا، من ضمنهم الاخ شاكر عبد الرحيم عازف الجيتار المعروف اللي هو والد تريزا وليزا. وبدينا حياتنا كشباب في الحي. وعز الدين مغندي يعني جميل جدا جدا ورجل فنان مبدع. استاذ نجم الدين الفاضل، لك العديد من الاعمال الفنيه الخاصه بك، وايضا لحنت لبعض الفنانين، ممكن تذكر لنا منه على سبيل المثال؟ والله لفنانين ما يعني ما لحنت، يمكن لحنت لنفسي، عندي بعض التجارب. يعني لحنت اغنيه وحشاني عيونك وحشاني، كلمات تاج السير عباس. لحنت انا تاخرت سامحيني، معادي معاك ما نسيته، ولو مزرو في شغلتني كان قبل الزمن جيته، لعزم احمد خليل. وانا بحيه وبقول له ان شاء الله ربنا يرد غربتك. الرجل ده راجل حنين جدا جدا، اتصل بينا بالتلفون وتعبان جدا في الحكايه دي. وانا بطمنه وبطمن كل الاخوان البر والموجودين هنا انه احنا والله كويسين. شايفين يعني التلفون برين، شكله القراي والاصحاب والمعجبين كلهم عايزين يطمنوا عليك. ممكن ترد عليهم؟ ممكن ترد يا استاذ؟ الاخ عز الدين عبد الماجد، رد عليهم. عز الدين عبد الماجد الله يحييك، كيف حالك انت؟ نحن هسه في سيرتك الطيبه ومعي ناس تلفزيون النيل الازرق بحيوك الغريبه، وهم حتى صبيك وانت هسه معي في التلفون، فشاءت الصدف انك اتصلت بي وهسه هم موجودين. الله يديك العافيه، انت اصبحت كويس؟ لا تمام الحمد لله، الله يديك العافيه عز الدين، ماشي كويس الحمد لله. لو تصفى رغيقة وحلوة لما تدود، واحنا من المعاد صفى زيارة استشفاء للأستاذ نجم الدين الفاضل بأم درمان واد نباوي بروف الواحة. ننتقل مباشرة أو انتقلنا بكم مشاهدي الأعزاء لأم درمان الثورة الحارة التازعة لشقيق الأستاذ الشقيق الروحي للأستاذ نجم الدين الفاضل رحلة عمر صديق العمر الأستاذ عز الدين عبد الماجد. وبنقول لك ألف سلامة لك وما تشوف إن شر. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله، كتر خيركم كتير لهذه الزيارة الرائعة جدا، وهي شيء عادي جدا من طبيعتكم كما أراها دائما في التلفزيون، كما أراكم دائما تلاحقون أخبار كل المجتمع كل فئاته. الشكر أجزله لإدارتكم الموقرة ولطاقم الجميل، وربنا يديكم العافية والصحة. شكرا. أنت كمان ربنا يديك الصحة والعافية. تكلمنا أستاذ نجم الدين الفاضل عن أنه الإصابة، انه انتوا كنتوا مع بعض والاصابه في نفس المنطقه، ما شايف انه حاجه غريبه شويه ولا ده تواصل روحي؟ والله هي من الاشياء الغريبه جدا. لما اصبنا كنا نحن طبعا اساسا معزومين عند الاخ عبد العزيز مبارك. فلما جينا راجعين حصلت الاصابه، كنا طبعا ما واعيين فتره طويله من الزمان. فلما جاء عبد العزيز لاحقني في المستشفى وكده، الدكتور قال لي يا اخي انا بديك صورتين من الاشياء الغريبه جدا. انا في التت تقريبا 17 سنه، شوف الصوره دي وشوف الصوره دي. صورتين كانوا مختلفات، صوره بتاعت الفخذ الايسر لاخوي نجم الدين وصوره بتاعت الفخذ الايسر لي، فكانت في نفس المنطقه. حتى انه هو ودوه مستشفى الصيني وانا ودوه مستشفى الدرمان، الطبيب هنا قرر له خمسه مسامير ومسطره، وانا نفس الشيء خمسه مسامير ومسطره. فسبحان الله يعني كانت شيء غريب جدا. يمكن دي تلازم الارواح وحبي لنجم الدين، علاقتي الطويله جدا ممتده منذ اكثر من 40 عام. درسنا الابتدائي مع بعض، نسكن في منطقه واحده في النباوي. شكرا لهذه الزياره وهذه الدكتوره الرائعه جدا،
واللي انا سبق قلت انه ليس غريب عليكم. شكرا على كل الاصدقاء لفرصه يعني عظيمه جدا. اشكر الاصدقاء والاحباء والوسط الفني من جيران ومن اقربائي ومن اهلي ومن كل الذين عرفوني، وكانت حقيقه فرصه عظيمه جدا، رغم انها يعني هذه المصائب تاتي ايضا بفوائد جمة كثيره جدا. من ضمنها انا شفت ناس يمكن عشرات السنين ما شفتهم، ما كان ممكن تتاح لي الفرصه في انه اشوفهم لولا يعني وقوفهم معي في هذه الفاجعه وفي هذه المصيبه، وفعلا خففوا علي كثير جدا. شفت ناس كثيره جدا من عشرات السنين ما شفتهم يعني فعلا رجعت لي الصحه، وفعلا كان لهم اثر كبير جدا في انه استشفى بسرعه. كفارة طبعا للرفيق وصديق الطفولة الحبيب عز الدين، وألف سلامة للأخ الحبيب نجم الدين الفاضل. ويعني أنا طبعا بقدر ما إني يعني تألمت وحزنت لعز الدين ونجم الدين، هو حادث والحمد لله دي طبعا أقدار الله، لكن يعني هسه الآن سعيد في انه انا لما جيته كعادات يعني اني بزوره، لقيت يعني الحضور الجميل ده. عز الدين ونجم الدين وعز الدين الان يعني هو موجود في دواخلنا، نحن مثلا جيل واحد وعلاقاتنا الحمد لله مستمره وتكون ممتده ان شاء الله. فانا بشكر الحضور وبتمنى الصحة للأخ الحبيب نجم الدين الفاضل وعز الدين. عد الهنا ومرة خلى الشيء غدري، عد الهنا ومرة خلى الشيء غدري، يا حبيبي بالمرة أرجوك تسيب هجري، حبيبي بالمرة أرجوك تسيب هجري. مشاهدي الأعزاء، دي كانت زيارة للأستاذ عز الدين عبد الماجد في منزله العامر بالثورة الحارة التاسعة. عودة إلى الزملاء داخل الاستوديو، في أمان الله. التحية للزميلة ريتاج اللغا، والتحية للموسيقار الكبير شاكر، وبقول للنجم الكبير فنان نجم الدين الفاضل والنجم الكبير أيضا عز الدين عبد الماجد، ألف لا بأس عليكم، وإن شاء الله يا رب آخر الآلام وقدر أخف من قدر بكل تأكيد، ورجعوا لنا يلا بالسلام عشان أكيد جمهوركم وأحبابكم كلهم مشتاقين لكم وفي انتظار المزيد من العطاء الكبير إن شاء الله.